سلام حبيبه قلبي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل باحسن الاحوال. يوم جديد، نهار جديد، وصفه جديده. دونك كيما راكم تشوفوا راح نبداها بالتحليه. الله يحلي يمكم. واش نقول لكم؟ التحليه بقوام موس شوكولا. واش نقول لكم؟ واحد البنه يا البنات، واحد البنه، واحد ما باش كيفاش نوصفها لكم، غير سيوها لانها بسيطه جد بسيطه، مكونات موجوده في الدار، وصراحه بزاف البنه خرافيه صراحه. قبل ما ندخل في الفيديو نقول لكم كامل ما تنساونيش بلي جيم لي كومونتير ولو بارطاج، واللي راهي تتفاعل مع لي فيديوهات ديالي نقولها كامل بارك الله فيك، يعطيك ربي وما تتمنى ان شاء الله، وان شاء الله في ميزان حسناتك. وبيان سور نعودوا لا فيديو. كما قلت لكم عندي تاني يعني راح نشارك معكم واش درت اليوم الغداء، بما انه يعني كان عندي الماكله دونك ما طيبتش فريمون اليوم حاجه، فريمون درت غير بوراك وزيد قلت الحوت، هذا ما كان. دونك يلا نشوفوا طريقه التحضير لهذه التحليه، باش من بعد لانه انا يعني اول حاجه كي نحب ندير هكذا تحليه نديرها صباح باش نحيها في طريقي ونخليها في الفريجيدار باش تبرد، يعني كما على بالنا كامل التحليات يعني يتنكلوا باردين. الوغ هنا كما راكم تشوفوا باش نوجد هذيك التحليه، هنا عندي نص ريتلا حليب، مع راح نزيد لهم زوج مغارف مايزينا مع مغرفه سكر. شوفوا هنا لانه يعني ما نديرش بزاف لو سكر باسكو ما كاين الاضافه واحد اخرى راح نديرهم، يعني فيهم شويه تاع السكر. دونك انا كما قلت لكم لتر حليب، زوج مغارف كبار تاع الاكل مايزينا مع مغرفه سكر، ونزيد ثاني مع مغرفه هكذا نص مغرفه، ماشي مغرفه مع نصها كاكاو. راح نخلط كامل هذوك المكونات بارد في بارد، راح نخلطهم كامل هكذا بارد في بارد حتى ينسمجوا كامل هذوك المكونات، حتى هذاك يعني تخلطوا كامل حتى نشوف بلي هذاك الكاكاو كلش يعني اندمج مع الحليب. من بعد راح نزيد هكذا مغرفه تاع النسكافيه. هنا شوفوا اللي عندها شيكوري يعني دو بريفيرونس دير شيكوري، ولكن انا يعني ما كانش عندي متواجده، عندي النسكافيه درت مغرفه تاع النسكافيه. واحد البنه يا البنات، واش نقول لكم؟ لو كو تاع الكاكاو تاع الشوكولا تاع القهوه، يعني سي ميلونج فريمون توب. من بعد راح نحطهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد لك وتولي لك كريمه. شوفوا هنا لحد الان انا تحصلنا على اون كريم ديسير. من بعد راح نزيد هكذا مغرفه تاع شوكولا تختيني، نيمبورت كي شوكولا عندكم في الدار، ماكسون اوبتيلا، المهم نيمبورت كي شوكولا تختيني، ديروا اون بون كوير يعني عمروها مليح. من بعد نزيد نخلطهم كامل هكذا مع بعض. وهنا ثاني راح نزيد مغرفه مكسرات، انا كان عندي هكذا لوز كان عندي في الدار هكذا في لابوا الوغ في لو بلاكار ديالي، الوغ نحيتو انا زدت مغرفه فيه وخلط كامل. من بعد راح نفرغ كامل هذاك الخليط داخل ان ريسيبيون ونخليه حتى يبرد، راح نغطيه بالبابي فيلم او كونتاكت. من بعد يعني راح نخليه يبرد لي، راح يتدفى شويه، من بعد نحطو داخل الكونجيلاتور باش يبرد لي هكذا غابيدمون في وقت قصير. فوالا يعني لحد الان العمليه سهله، ويعني ماشي حاجه اللي تتكلف وماشي حاجه اللي تاخذ الوقت. فوالا من بعد كما قلت لكم دونك بهذه الطريقه اللي نغطيه ونحطو داخل الفريجيدار. فوالا بعد ما برد لي هذاك الخليط هنا كما راكم تشوفوا راح نحيلو هذاك لو بابي فيلم، وانا بعد ما برد لي هذيك الخليط الاول هذيك لا كريم، هنا راني جبت لو باتور راح نطلع هكذا نخبطها هكذا بشويه بالباتور حتى تطلق روحها. من بعد راح نزيد هذا قيس نص كاس تاع بودره الشانتيي. هنا العمليه تقدروا تديروا نص كاس كريمه لا بودره الشانتيي ولا كريمه سائله اللي خاصه بالحلويات، ونزيدوا هكذا نخلط كلش حتى يعني تولي لي هذيك لا كولور كليغ، وتانيت يعني راح تطلع هكذا نوعا ما.
يعني حتى تطلع لي مليح هذيك الكريمه كيما نديرو يعني لا كريم ديبلومات. فوالا من بعد راح نجيب لا بوش ادوي ديالي، راح ندير لها هكذا لا دوي هذيك اللي تكون هكذا مشرشفه. من بعد نجيب هنا لي فيغين ديالي ونعمرهم كامل هكذا بلا بوش باش نديرو يعني الخدمه نقيه، يعني سي بلو براتيك. انا بيرسونيلمون عجبت جو بريفير نعمرها هكذا بلا بوش كو بالمغرفه. فوالا دونك والديسير ديالنا يكون واجد. شوفوا صدقوني تجي ما بين لا كريم ديسير الى موس شوكولا، لا تيكستور ديالها اكزاكتومون كيما لا موس. من بعد يعني التزيين يقعد اختياري كيما ديما نقول لكم، كل واحد يدير التزيين كيما يقدر على حساب المقدور ديالو ولا الامكانيات ديالو. فوالا دونك هكذا بهذه الطريقه. فوالا دونك هكذا ندير هكذا نعمرهم فوالا دونك دو بريفيرونس با كديروا لي فيغين هكذا شويه صغار، لانه يعني باش ما تقهموش كي تاكلوا. فوالا دونك هكذا انا نحط لي قيس 6 لي فيغين ولا 7. فوالا دونك هكذا بهذه الطريقه، يعني حاجه لي توزعت لي نمسحها في اون ميم طون هكذا باش ندير الخدمه نقيه. فوالا دونك هذه هي التحليه تاعنا، ومن بعد انا راح نزينها بشويه هكذا يا يعني المكسرات اللي درتهم لداخل راح نزينهم هكذا بشويه مكسرات. كما قلت لكم تقدروا ديروا شويه هكذا بيستاش ولا شويه كاوكاو كيما تقدروا، تخليوها غير هكذا كيما لا كريم ديسير وتجيكم تاني تبنينه بنينه بالبزاف. فوالا دونك هكذا ندير هكذا شويه المكسرات ونحطهم داخل لو فريجيدير هكذا باش يبردونا، وفي السهره ان شاء الله راح انا رايحين نلقاوهم يعني باردين. وفوالا هكذا انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوها مليح كيفاش خرجت، يعني خرجت ما شاء الله روعه روعه روعه. ديما نقول لكم حاجه لبنينه، ديما نقول لكم يعني راهي بنينه بالبزاف. فوالا هكذا نكون كملت التحليه ديالي ونكون كملت حاجه هكذا في النهار، يعني نحيتو هكذا في طريقي، يعني حاجه سهله. فلا ملتم راح ندخلت هكذا باش نوجد لا فارس تاع البوراك. هنا خديت لا سوتوز ديالي حطيت هكذا مغرفه تاع مارغارين، نخليها هكذا يدوب هكذا شويه. من بعد راح نزيد كميه تاع لو بولي اشي ديالي اللي كنت انا شريته غسلته ورحيته في الاشواط. فوالا دونك هكذا كيما ديما نقول لكم انا اللي نحب نرحي البولي ديالي في الدار. دونك هكذا نخليه حتى نحلو كامل هكذا كيما نحلو يعني لا فيون داشي باش هكذا تتحلي مليح وتطيب لي تاني، يعني حاجه سهله. من بعد راح نزيد لها هكذا في صوص الثوم، راح نربي عليها شويه هكذا في صوص الثوم. يعني قبل ما نربي في صوص الثوم هنا لازم نغطيه بالفعل هذيك لا فابور راح يطيب لي هكذا شويه. من بعد راح نخلطو تاني ونحلو ديما هاد العمليه، يعني نحلو هنا راح نزيد شويه توابل خاصه بالدجاج وشويه ملح اي بيان سور كيما قلت لكم تاني في صوص الثوم راح نربي عليه في صوص الثوم 3 ولا 4 في صوص الثوم، يعني الدجاج يحب ملح الثوم. فوالا دونك من بعد نخلي كل شيء هكذا يطيب هكذا مع بعض. من بعد كي يطيب لي هذاك الدجاج يعني راح نزيد له هكذا كميه تاع لا كريم ليكيد ومع تاني لو فروماج بلون، يعني باش يدوب هكذا باش الدجاج ديالنا ما يجيناش كيما على بالنا، يعني صدر الدجاج ديما يجينا يعني ناشف. فوالا دونك خليت هذاك الدجاج يطيب، اني رجعت هكذا الحوت ديالي قلت لكم بعد ما نقيتو تاني راح ندوزنو، انا ندير له هكذا سنينات الثوم نرابي عليه، راح نزيد له هكذا التوابل ديالو يعني راح نداويه، ندير له هكذا كمون السردين يعني يحب الكمون مع شويه فلفل العكري والملح هذا مكان، ونخلطو هكذا ونخليه باش يتشرب لي مليح مليح هذاك هذاك هذوك التوابل كامل. يعني صراحه انا هنا كاين شويه سردين يعني لونشوا مع هذوك شويه هكا حبيبات الحوت هكذا كنجيبهم لو موسيو. فوالا دونك نخلطها كامل هكذا ونخليها هكذا دو كوتي باش لو طون ما يقعد هكذا نص ساعه ولا، راح ندير له برك هكذا الفرينه ونقليه. انا رجعت لهذيك لافارس ديالي هنا، شوفوا راه طلق شويه هذاك الدجاج الماء ديالو. دونك هنا بعد ما طاب لي بيان هنا راح نزيد هكذا كميه تاع لا كريم ليكيد ونخليه كامل حتى يعني يغلي وراح يعني يتشرب لي بيان هذيك لا كريم. هنا يعني صدقوني هنا هكذا لافارس ديالكم ديما ما راحش يعني ديما يقعد لكم طري مشمخ، ويعني خير ما نديروه هكذاك ناشف ويجينا ناشف من الداخل.
هنا تاني كيما قلت لكم الفرماج بلون تزيد هكذا قسم غرفه، ولا الا عندكم مثلث ديروا 3 حتى 4 مثلثات وخلوه هكذاك غطوه وطفيو عليه وتخلوه تاني حتى يعني يذوب هذاك الفرماج ويبرد. فلو هنا نجد باش ندير تاني المطلوع ديالي، هنا درت يعني مطلوع اكسبريس، كانت هنا 5.5 كانت ديجا 5.5. انا عندي كاس ماء دافي مع مغرفه خميره الخبز مغرفه سكر. هنا ما هذه المرحله انتم زيدوا كاس سميد رطب ونخلي كل هذيك المكونات يعني يخمروا. انا خليت دو كوتي ما انا نسيت ما درتش هنا في هذه المرحله سميد، والا يعني الوصفه لازم نديروه هكذا في هذه المرحله. فلا دونك جبت هذيك لافارس ديالي فرغتها في داخل هكذا الغيسيبيون باش يعني يبرد لي رابيدمون. وهنا راني رجعت لهذيك الخليط ديالي تاع المطلوع يعني بعد ما تفاعل، انا راح نزيد له الملح، نزيد له ثاني مغرفه هكذا قسم مغرفه خل، وثاني راح نزيد له ثاني هاد 3 مغارف زيت النباتي. هنا في هذه المرحله نزيدت هذاك الكاس تاع سميد رطب، يعني جاتني يعني المطلوع جاني تاني هايل، ولكن يعني كي نديروه في الاول يجينا يعني خير كيخمر مع الخميره هذاك سميد خير، باسكو على بالنا يعني سميد يجي ثقيل دونك دو بريفيرونس نديرو هكذا يخمر هكذا باش يعني اوليو نعجنو يعني راح يخمر وراح يجينا النتيجه احسن. فلو هنا راح بديت هكذا نطم بالفرينه، انا هنا لا بيتيز لي درتها كنخلصت لي الفرينه اوغوزمون يعني كفاتني الكميه اللي كانت يعني كفاتني تمتم. يعني وهنا كما راكم تشوفوا تاني انا المطلوع نخليه ديما يجي هكذا طري، نخليه يتلاصق هكذا باش النتيجه تكون مضمونه باش يجيني المطلوع. قد ما خليتو العجينه تاع المطلوع ديالكم خفيف تتلاصق خفيفه قد ما تجيكم ما يجيكم المطلوع ديالكم خفيف. هنا راح ندير شويه زيت ندهن يدي بالزيت وراح نخبطو هكذا بشويه ونخليه يخمر. شوفوا يعني كل حاجه يعني نكمل شغلي او ميم طون، نكمل حاجه ندوز لحاجه واحده اخرى، يعني ما دخلتش بكري ديجا اصلا للدهر دخلت على 4:15 للدهر دونك ما كملتش ما بديتش بكري الكوزينه. دونك هذه هي راح نغطي العجينه ونخليها تخمر. فوالا وانا انا وليت باش نكمل الحوت ديالي راح ندير له هكذا هذوك المشطات تاع بسميد تيرمو ما كانش عندي يعني الفرينه، وصراحه انا السردين نحبو هكذا بسميد باش يجيني هذيك الطبقه مقرمشه من الفوق والداخل اللي يجي طري. راح ندير لهم هكذا هذيك المشطه هكذا 4:4 نحكمهم مع بعض وهكذا باش نروح نجوز نقليهم نحطهم دو كوتي ونجوز ثاني نوجد يعني نلوي نلف في البوراك ديالي باش من بعد تاني نزيد كي نروح نقليهم اون ميم طون، يعني ندير جوج مقلات، مقله تاع البوراك مقله تاع السردين ونقليهم مع بعض ونكمل وخلاص. يعني صراحه كملت جوج مع الاذان، كملت ويعني كملت 18 دقيقه باش اذن، يعني نقول الحمد لله على كل حال، يعني الله يبارك راني شاطره هاد اليامات الحمد لله، يعني ما كملتش يعني مع الاذان ولا يعني قعدت اون غوتا ولا الحمد لله. يعني الواحد كي ينظم روحه في الكوزينه يعني يكمل يكمل يعني ويكمل والحاله ديالو تكون تقعد نقيه ويعني ويجي كل حاجه في بلاصتها وكل حاجه في وقتها. فوالا وحتى العيا يعني كي تعيا تعيا هكذا غابيد يعني على ضربه. فوالا وهذاك الحوت يعني حطيته دو كوتي، وهنا جيت باش نوجد يعني نلف هكذا في البوراك ديالي وتكون هذه هي لا ميسيون لا ديرنيير ميسيون ديالي بيان سور مع نطيب المطلع برك هذا مكان. وهنا فوالا ني خديت هكذا لي في تاع البوراك قطعتهم هكذا اون دو، فوالا ني نوريكم في البوراك ديالي لانه يعني ما نحبش ندير هكذا لا في تاع البوراك هكذا اونتيير باسكو يعني نو كنجيني العجينه اكثر من لافارس، وحنا يعني لو بو تاع البوراك كي ناكلو هكذا ونحسو بهذيك لافارس ونحب لافارس تاني نعمرهم هكذا باش يجيوني تاني تبنين. فوالا دونك هكذا بهذه الطريقه نكملهم كامل، يعني لا فيديو راهي توضح كيفاش نديرو البوراك ديالنا. فوالا نكمل كامل هكذا بهذه الطريقه، من بعد راح نجوز نقليه قبل ما نقليهم راح نجوز هكذا نقرص المطلوع ديالي ونخليه تاني يخمر المره الثانيه.
من بعد راح نجوز ندير الطاجين يطيب المطلوع وفي نفس الوقت نطيب البراك والحوت وخلاص. يعني هنا ونوجد الطابله ديالي وخلاص ونكون حاجة يعني نكملت هكذا الاعمال الشقه ديالي. يعني دي فوا كي نقول هكذا ما نطيبش حاجه فريمون ما نطيبش كلش اليوم بصح، ولكن يعني هذيك الحاجه الخفيفه اللي تحكمنا دي فوا الوقت كثر ما نطيبو هكذا الطاجين ولا سورتو هادو ما لي روتوش تاع البوراك وكامل. فلا وهنا البوراك خلاص لويتو خليتو دو كوتي، وهنا راني جيت باش نقرص المطلوع ديالي بعد ما خمر لي. شوفوا هنا استعنت بالزيت، هنا راح لميتها كامل هكذا اون بول، تجيب هكذا بابي كويسون. انا المطلوع نحب نطيبو في البابي كويسون لانه يعني العجينه كما قلت لكم نخليها تلصق بالبزاف. انا جبت الطبسي راح ندير فيها شويه سميد باش هذيك لابول راح نحطها نرمدها داخل السميد ونحطها فوق البابي كويسون ونقرصها، يعني نعطي لها داك الشكل تاع المطلوعة فوالا بهذه الطريقة. ونخليها تخمر لو طوم ما نخليها تخمر، انا نكون شعلت ديجا على الطاجين ديالي باش هكذا يسخن لي مليح لانه الطاجين ديالي يعني يعني ثقيل، دونك باش نعطي له الوقت ديالو باش يسخن. فوالا هكذا بهذه الطريقه نقرصها. والمطلوع انا ما نحبش يكون عنده هكذيك لاباط في الداخل، نحبو يجي هكذا شويه رقيق باش كي يخمر يجي هكذا ملي دونك هكذا. وراح نغطيه بالطخشه ونخليه هكذا كما قلت لكم لو طوم من نحط الطاجين يخمر. وهنا راني بديت هكذا نقلي في الحوت ديالي او ميم طون البوراك ديالي هكذا، نقلي هكذا في الحوت ديالي، يعني كنت حطيت الطاجين و اون ميم طون حطيت المقلات هكذا باش يسخن هذاك الزيت. وهنا بيان سور المقله تاع البوراك تاني تاعي لهيك، والمطلوع تاني كنت خلاص حطيته داخل الطاجين باش هكذا يطيب. فوالا دونك هكذا او ميم طون نكمل كلش او ميم طون، يعني تمتم نكمل وتمتم نوجد نحطهم هكذا فوق الطابله ونحصل الاذان. يعني صراحه قلت لكم كملت وشفت الساعه لقيت مازال 18 دقيقه باش يأذن، يعني صراحه فريمون كنت فرحانه لانه يعني قلت ما لازمش نكمل وناكل ديريكتوم او موان نروبوزي هكذا نقعد هكذا شويه نتكسل هكذا شويه باش نوض هكذا ناكل. باسكو كيما انا من الناس اللي نعيا كي نعيا من الطياب يعني ما ناكلش ديريكتومون، نحب هكذا نروبوزي باش نوض هكذا ناكل. فلا دونك بهكذا بهذه الطريقه اللي نكمل كامل القليان تاع الحوت والبوراك ديالي. داك الحوت اللي كنت وجدت الطبسي فيه بابيي ابسوربون باش هكذا نحطو فيه، وهذاك البوراك تاني كنت وجدت هذيك الكس لاغري ولا هذيك الكسكاسه تاع الاخر تاع سبيسيال بوراك هكذا باش يتقطر لي مليح باش نحطو هكذا في طبق تقديم تاني فوق البابي ابسوربون ونحطهم هكذا فوق الطابله. دونك هادو هما الوصفه تاع نهار اليوم، هذا هو الغداء تاع ساره شانيل. دونك نقول لكم كامل شهيتكم في الصحه شهيتكم في الجنه. شوفوا هذاك السردين قال لي راجلي قال لي درتي لنا لي بينيسيون تيلمو كان رقيق، وصراحه انا كنت شهيته دوكا ما شريتوش كان واش صرا لي. وهذا هذوك لي بيس اللي كان جابهم لو مسيو درت لهم هكذايا البرج تاع القارص. هذاك المطلع شوفوا كيفاش خرج توب توب توب. فوالا دونك هادو هما الوصفه تاعنا اليوم، هذا هو الفطور ديالي حاجه خفيفه وظريفه. نقول لكم كامل صحه فطوركم صحه سحوركم، نقول لكم تاني صحه صيامكم. ديجا 7 ايام خلاص راهم جازو، نتلاقوا في فيديوهات اخرى جديده ان شاء الله. سلام.